لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتحدث في هذه الليلة عن ترجمة لصحابي من صحابة رسول الله وآله وصحبه وسلم، وهو سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من الشخصيات غير مشهورة في واقع الناس اليوم، لكنه رجل له بذل وله مكانة عالية رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي قال عنه الذهبي، وكان يعني يقصد سعيد بن العاص، يقول: وكان أميرا شريفا جوادا ممدوحا حليما وقورا ذا حزم وعقل، يصلح للخلافة. وكان هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كان أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه مع ترجمته تعرف أثر القدوة في حياة الناس، أثر القدوة في حياة الناس. أيضا مع هذا الصحابي تعرف التربية بالقدوة، ورؤية الفعل هي الأكثر نفعا والأبلغ أثرا في عالم التربية. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه يلقبه بكريم قريش، كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه يلقبه بأمير قريش. وكان سعيد ابن العاص أحد من ندبهم عثمان بن عفان لكتابة المصحف لفصاحته وشبه لهجته بلهجة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الصحابي له من المناقب وله من الأفعال ما يحمد له عبر التاريخ رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن العاص الأموي القرشي صحابي موغل في المجد، أي أنه قطع شوط كبير جدا في المجد رضي الله عنه وأرضاه، عريق في السؤدد أي في السيادة والقيادة رضي الله عنه وأرضاه. فجده سعيد كان يلقب ذو التاج، جده سعيد كان يلقب ذو التاج لأنه كان إذا تعمم لا يعتم أحد من قريش بعمامة من لون عمامته حتى ينزعها، إعظاما له وإجلالا لشأنه. كان جده عظيم عند قريش، وكانت قريش تعظمه وتجله وتقدره. أما أبوه العاص بن سعيد كان سيد من سادات قريش وكبير من كبرائهم، خاض مع المشركين معركة بدر هو وأخوه عتبة فقتل معا، وكان مصرع العاص على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أبوه العاص كان أيضا سيد من سادات قريش وكبير من كبرائهم، وكان مشركا ومات على الشرك. وكان أبوه
يربيه على الفروسية والجلد، أو كان أبوه يعرف بالفروسية والجلد، وعفوا اللفظ يربي على الفروسية والجلد غير دقيق، لأن العاص مات وكان لسعيد عامين رضي الله عن سعيد وأرضاه. مع ترجمة سعيد تعرف لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد، وكيف سبحانه وتعالى يقدر لهم أقدار قد تكون في الظاهر مؤلمة وفيها يتم، لكن في الباطن تحمل خيرات ورحمات وبركات للإنسان. العاص قتل في بدر على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر سعيد آنذاك لما قتل أبوه في غزوة بدر كان في الثانية من عمره، عنده عامين، فكفله عثمان بن عفان، انتقلت كفالة سعيد بن العاص لعثمان بن عفان رضي الله عن عثمان وأرضاه لما كان بينهم من أواصل في النسب. لما مات العاص انتقل هذا الغلام وهذا الطفل إلى عثمان بن عفان، وكان عثمان بن عفان يكفله ويرعاه. وانظر إلى شهود القدر في ذلك، أبو كافر مشرك يصد عن سبيل الله يموت، فبعدما يموت تتحول الكفالة لعثمان بن عفان ذي النورين، رجل صالح، رجل من أهل بدر، خليفة من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى صنع الله عز وجل، وانظر لشهود القدر، وإلا قد تتعرض أنت لأمر ظاهره شر لكن يحمل في طياته خير. كان الرجل من السلف يقول إذا استجيبت دعوتي أفرح لذلك، وإن لم يستجاب لدعائي أفرح 40 مرة. قال: لأن الأولى إرادتي، وأما الثانية إرادة الله سبحانه وتعالى، وأنا أعلم أن الله عز وجل لطيف بي. لذلك الإنسان قد يصاب بمصاب أو يبتلى ببلاء لكن يحمل فيه خيرات ورحمات وبركات. وكم في المحن من منح وعطايا من الله سبحانه وتعالى، والله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. سجن يوسف فكان هذا تمهيد لولايته وأن يكون عزيز مصر، وألقي موسى في البحر فكان هذا بداية لقصة ملأت سمع الدنيا وبصرها من العطاء والإيمان والإنجاز. لذلك الإنسان يرضى بالقضاء والقدر ويتصبر له، ولازال في هذه الأمة وإلى يوم الناس هذا من يصبر عند المصاب وعند البلاء. فكن ممن إذا أصيب يصبر، فكن ممن إذا أصيب بمصيبة يصبر لها ويرضى بها، فالله سبحانه وتعالى لطيف وعظيم وكريم جل جلاله. هذا الصحابي سعيد لما مات أبوه العاص انتقلت الكفالة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فنشأ سعيد في كنف الجود والعبادة والسجادة. نشأ رضي الله عنه وأرضاه في كنف عثمان بن عفان، رجل كريم عابد كثير السجود رضي الله عنه وأرضاه. نشأ في كفالة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.
وكذلك درجة سعيد رضي الله عنه وأرضاه على عين زوجتيه رقية وأم كلثوم بنت سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نشأ هذا الصحابي وتربى في بيت عثمان، وكانت زوجه الأولى رقية، فلما ماتت زوجه النبي بأم كلثوم. فنشأ هذا الصحابي وترعرع عند بنت النبي صلى الله عليه وسلم الأولى ثم الثانية، وعند عثمان. وكان عثمان يعرف بجوده، بعبادته، بملازمته للسجود رضي الله عنه وأرضاه. لذلك نقول من أنجع أنواع التربية وأصلح أنواع التربية على الإطلاق رؤية الفعل، رؤية الفعل. فالمعلم لو رأى منه الطالب الفعل الجميل ينقل هذا الفعل بأقل تكلفة. لذلك القدوة في المجتمع لها أثر عظيم جدا. ودعونا نعترف أن المجتمع اليوم يحتاج إلى قدوات، المجتمع اليوم يحتاج إلى قدوات، بل حاجة المجتمع اليوم إلى قدوات صالحة أكثر من الحاجة إلى الطعام والشراب. حاجة المجتمع لقدوات، تكون قدوة موجودة في المدرسة أو في الجامعة أو في السوق أو في المؤسسة أو في الشركات أو في السياسة أو في أي مجال من مجالات الحياة. وجود قدوة لها أثر في نقل المفاهيم، لها أثر، لها أبلغ الأثر في اقتناع الناس بالمبادئ وبالأخلاق والسلوكيات. كما أن للقدوة السيئة أثر سلبي على المجتمع، كذلك القدوة الصالحة لها أثر في المجتمع. وكم تحتاج المساجد اليوم والحلقات وعمل الشباب وهذه الأعمال إلى قدوات تنقل المفاهيم منهم للطلبة بسلاسة. ونحن قد اتفقنا أن الناس لا يتعلمون بما يسمعون، ولكن الناس يتعلمون بما يرون ويشاهدون. لذلك الأفعال أبلغ في التربية، بل إن التأثير له درجات. الدرجة الأولى من درجات التأثير قالوا الوعظ، ذكر الحسنات والسيئات، ذكر الأجر إذا فعل الإنسان، وذكر العقوبة إذا تخلف، وقالوا هذا له تأثير. لذلك كثير من شبابنا اليوم يقول أنا أكون في درس أسمع نصيحة فتأثر بها يوم أو اثنين، هذا أثر الوعظ. الأثر الثاني قالوا أثر أن يكون هناك على الفعل ثواب وعقاب، أن يكون هناك مثلا في الشركة أو في المسجد إذا فعل الإنسان ذلك نال من الثواب كذا وكذا، وإذا قصر كان هناك عقاب كذا وكذا. بيان العقاب والثواب له أثر. الأثر الثالث وهو الأبلغ والأنفع يسمى رؤية الفعل، أن يرى الطالب الفعل. من الممكن أن تكلم الطالب على صلاة الضحى وتذكر له أثر صلاة الضحى ونفع هذه الصلاة، لكن الأبلغ إذا سافر معك أو كان معك رآك تصلي الضحى. فرؤية الفعل أبلغ وأنجع، رؤية الفعل أبلغ وأنجع وأكثر أثر في من تربي، أن يرى الفعل. لذلك كان الناس يتعلمون من الشافعي من أخلاقه وسلوكياته أكثر ما يتعلمون من علمه، وكان الناس يتعجبون من توقي ابن عون في الكلام عليه رحمة الله. وكان ابن عون يتوقى ولا يغتاب ولا يأتي بسيرة أحد، فكان الناس يتأثرون. وابن عون كان من أكثر الناس كلاما،
لم يتكلم بالقليل بل تكلم بالكثير، لكن تعجب السلف من فعله، قالوا كان يكثر من الكلام ويسلم ولا يغتاب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك الأبلغ في التربية رؤية الفعل. هذا الصحابي درج على رؤية الأفعال الطيبة، لذلك الأولاد في البيت، الطلبة في المسجد، الشباب في الدعوة، إذا رأوا الأفعال والسلوكيات يكون هذا أبلغ وأنفع للطالب وللمتعلم، لا شك في ذلك. نشأ سعيد ودرج في بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فورث هذا الغلام المجد كابر عن كابر. أبوه كان سيد، وجده كذلك كان سيدا، وأيضا لما نشأ وترعرع في بيت عثمان ورث من عثمان الأخلاق والعبادة والعمل الصالح والجود والكرم والحياء وسمو الأخلاق، فورث هذا الشاب المجد كابر عن كابر رضي الله عنه وأرضاه. نهل سعيد الشمائل الكريمة والأخلاق العظيمة من أعذب ينابيعها وأصفاها. لذلك يقول ابن شوذب من سعادة العبد، من سعادة الشاب، يقول ابن شوذب من سعادة الشاب إذا نسك أن يوفق إلى صاحب سنة يحمله عليها، من سعادة الشاب إذا أراد أن يستقيم وإذا أراد أن يتنسك يتعبد أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليها. لذلك القرب من العلماء وطلبة العلم غنيمة، القرب من العلماء وطلبة العلم وأهل الصلاح والتقى غنيمة لا يعادلها غنيمة، القرب من الصالحين ومجالسة هؤلاء. لذلك مجالسة الصالحين لها أثر كما أن مجالسة الفاسقين لها أثر. وإذا جلس الإنسان في مجلس يذكر فيه اسم الله لا شك أن له أثر على قلبه وعلى سلوكه، وإذا جلس الشاب في مجلس فيه فسق وغناء ومجون لا شك أن هذا يؤثر فيه حتى لو لم يفعل كفعلهم، لكن هو معهم في الوذر في الوزر، وأيضا يتأثر بنفس الآثار. لذلك حرص الإنسان، لذلك السلف يقولون، السلف رضي الله عنهم يقولون إنما ينبغي أن يجالس الإنسان من ينفعه في دينه، إنما ينبغي أن يجالس الإنسان من ينفعه في دينه في دينه. كذلك مخالطة الصالحين والقدوات الحسنة لا شك إن لها أثر، مخالطة الصالحين والقدوات الحسنة ومما يستحى منهم لها أبلغ الأثر في تغير سلوكيات الإنسان وفي نسكه وفي عبادته وفي قربه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وفي الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير. الجليس الصالح له أثر، أثره مثل أثر حامل المسك، إما أن تبتاع منه أو يعطيك هدية أو تشم منه رائحة طيبة. أما نافخ الكير إما يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة كريهة. لذلك مخالطة القدوات الحسنة، إذا أردت أن تكون نشيط اقترب ممن اتصف بالنشاط، إذا أردت أن تغير من سلوكياتك وتعلو همتك جالس أصحاب الهمم العالية وجالسهم وخالطهم وسافر معهم، وهذا يؤثر لا شك في حياة الإنسان. سعيد رضي الله عنه وأرضاه نهل من هذه المكارم وهذه الشمائل، وأخذ الإسلام من أعز من أغزر منهل وأقواه، أخذ الإسلام
من أغزر منهل وأقواه. لذلك إذا كان المعلم قوي ويقاس قوة المعلم بقوة الطلبة، يعرف قوة المعلم والمربي بقوة الطلبة والأتباع غالبا، لأن في القاعدة استثناء، يعرف قوة المعلم وأثره من قوة الطلبة وأثرهم. لذلك أعظم مربي عرفته البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن البعض قال من علامة صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق نبوة النبي أصحابه، لأنه رب جيل من العباد والقادة والنساك والصالحين كان لهم أبلغ الأثر في المجتمع، فهذا أثر الطلبة، فكيف بالشيخ والمعلم والمربي والأستاذ والقائد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخذ سعيد الإسلام من أغزر منهل وأقواه رضي الله عنه، تأثر بعثمان بن عفان، تأثر بالصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وقرأ القرآن وقرأ كتاب الله عز وجل عن عثمان بن عفان، أخذ القرآن عن عثمان وتلقاه عثمان، عثمان تلقى القرآن غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سعيد له صحبة، هو صاحب من أصحاب رسول الله، أخذ أيضا القرآن من النبي وتأثر بحال عثمان مع القرآن، لأن عثمان بن عفان كان له حال مع القرآن. لذلك نقول اهتمامات المعلم والمربي لها أثر في اهتمامات الطلبة، اهتمامات المعلم والمربي لها أثر في توجيه سلوكيات الطلبة. لذلك تجد أن الطلبة اللي عند الشيخ حطيبة يمتازون بالفقه، لأن الشيخ عالم في ذلك. كذلك تجد أن الطلبة عند الشيخ ابن باز يتأثرون بحنكته وبفهمه، كذلك عند الشيخ العثيمين يتمتعون بالأصول وبالفقه العميق وقوة الاستدلال. كذلك إذا اقترب الإنسان من عالم أو طالب علم مميز لا شك أن له أبلغ الأثر. هذا الشاب رضي الله عنه وأرضاه لما اقترب من عثمان كان عثمان حاله حال عثمان، له حال مع القرآن، وكان عثمان يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، هذا كلام عثمان وقوله وفعله وسلوكه أثر في هذا الصحابي، لأن سعيد درج داخل بيت عثمان وتربى في بيت عثمان، فكان عثمان يقول ويفعل رضي الله عن عثمان وأرضاه. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه سعيد كل من خالطه في صغره كان يتنبأ له بمستقبل مبهر، كل من خالط سعيد في صغره وفي حياته كان يتنبأ له بعلو الشأن في المستقبل ولقوة هذا الشاب ونباهته رضي الله عنه وأرضاه. يقول بدأت المصنف يقول بدأ على سعيد بن العاص علامات السيادة منذ كان فتى يافع للعلم، أثر الطالب النجيب والشاب الذكي واللماح تظهر منذ اليوم الأول. لكن من يكتشف ذلك؟ ومن يكتشف الطاقات والصفات الجميلة عند الطلبة؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهم ورباهم أحسن تربية، بل رباهم صلى الله عليه وسلم تربية دقيقة وعميقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الشاب كان له كل من يخالطه يتنبأ له بمستقبل
بمستقبل، وكم من شباب تتنبأ لهم بمستقبل لكنهم للأسف لا يكملون الطريق، أو يكسلون، أو يفتح عليه باب من أبواب الخذلان ولا يسمع للنصح. لذلك الشاب إذا كان الشاب يسمع ويطيع للمعلم في المعروف، طبعا إنما الطاعة في المعروف، لكن إذا أمرت بمحرم أو معصية أو ما لا يجوز فلا يجوز لك أن تسمع. هذا الشاب كان كل من يخالطه يتنبأ له بمستقبل، فيقول، يروي رواية المصنف، يقول إن امرأة نظرت أن تعطي بردها، برد ثمين كان عندها لأكرم العرب. المرأة قالت عندها برد ثمين عندها، قالت لأعطين هذه البردة لأكرم العرب، نظرت ذلك، فقيل لها اعطيه لهذا الغلام. يريدون بذلك من؟ سعيد بن العاص، وهو غلام. المرأة نظرت إني أنا سوف أعطي هذه البردة لأكرم العرب، فقالوا لها عشان تبر يمينها وتوفي بالنذر، قالوا أعطي هذه البردة لهذا الغلام. وكان هذا تنبؤ له إن غلام يافع ونافع وسيكون له أثر في المستقبل. لذلك أيها الإخوة، أرباب الباطل اليوم يجتهدون في انتقاء الشباب المميز لكي يدفعوهم ليحملوا قضاياهم ومناهجهم. لذلك الباطل يعمل ليل ونهار. فماذا يعمل أهل الصلاح؟ أنتم من تأمون المساجد وتأتون إليها، ماذا أنتم فاعلون أمام هذا التحدي الضخم؟ هل سوف تخرجون جيل يعتز بالإسلام، يعمل للإسلام، أم أننا نشاهد الموقف عن كثب ولا نعمل شيء؟ بل في الحقيقة اشتغل قطاع عريض من الشباب بالنقد فقط، فطابور النقد طابور طويل، أما طابور العمل فهو قليل جدا. فكن من العاملين واحذر من النقد السلبي والهدام، فكم له من أثر على حال الأمة في مستقبلها. لذلك هذا الشاب لما المرأة أهدت الثوب أو البردة لهذا الشاب، سميت بعد ذلك الثياب الفاخرة بالسعيدية نسبة إليه، هو اسم سعيد، فسميت بعد ذلك الثياب الفاخرة بالسعيدية نسبة لمن؟ لهذا الشاب رضي الله عنه وأرضاه. وكل من خالطه تنبأ له بمستقبل باهر ومؤثر وكل هؤلاء، وكان هؤلاء على حق حين تنبأوا لسعيد بن العاص بما تنبأوا له من السيادة والجود رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بعد ذلك، بعدما كبر في السن، أصبح سعيد والي للمسلمين في الولايات، وقاد لهم الجيوش، وفتح لهم الفتوحات. يعني هذا الشاب كان صغير، فاهتم به المجتمع اهتمام بهذا الشاب، فلما اهتموا به لما كبر قاد الجيوش وكان والي للمسلمين في بعض الولايات، كان مدينة المنورة، مدينة النبوية، وبلاد العراق وحمص،
تولى فيها ولايات رضي الله عنه وارضاه. وهنا أهمية صناعة الكوادر وتربية من يحملون المنهج في المستقبل. والمربي الناجح من يربي بجواره طلبة يتحملون الأعباء في المستقبل. المربي الناجح، أنت في كتاب وحلقة طلعت حد يشيل يتحمل، أم أنك تعطي فقط ولا تنظر لمن يخلفك في هذا الأمر؟ وظل سعيد رضي الله عنه وأرضاه واليا من قبل عثمان على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، حتى استشهد عثمان الخليفة المظلوم رضي الله عنه وأرضاه، وكان سعيد بن العاص واليا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصفة التي غلبت عليه سعيد، غلبت عليه صفة، هذه الصفة التي غلبت على سعيد بن العاص هي الأريحية، اللي هي سمو الأخلاق ووفرة المعروف. كان يعرف بسمو الأخلاق وأيضا بوفرة المعروف، كان يبذل معروف بكثرة. وكان يعرف أيضا من صفاته بالجود، حتى أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لقبه، لقب من؟ سعيد بن العاص، لقبه بكريم قريش، لقبه بكريم قريش. وأيها الإخوة، قريش قبيلة كبيرة جدا متراميه الأطراف، فيها من الكوادر وفيها من القامات الكثير والكثير. يلقب هذا الشاب بكريم قريش، إذن عنده من الأوصاف، والصحابة كانوا لا يعرفون المجاملة ولا يعرفون المدح لمجرد المدح، فكان معاوية يلقبه بكريم قريش. وحينما تدقق في أوصاف سعيد، سعيد عرف بسمو الأخلاق، وفرة المعروف، الجود العميم، وهذه الصفات كلها كانت في عثمان بن عفان. هذه الصفات، كل هذه الصفات كانت لعثمان بن عفان، فانتقلت هذه الأفعال من عثمان لسعيد. كيف انتقلت؟ بالدروس؟ بالمحاضرات؟ لا لا، انتقلت بماذا؟ بالأفعال، بالسلوك. لذلك أثر التربية، أثر تربية عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أثر تربية عثمان لهذا الصحابي سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. لذلك نقول أيها المعلم والمربي انتبه، فالطلبة يحاكون أفعالك. أيها المعلم انتبه، انتبه إن من يحتك بك يتأثر أكثر بفعلك أكثر من قولك. الناس يتأثرون بالأفعال أكثر من التأثر بالكلام والأقوال. الله سبحانه وتعالى قد أغدق سبحانه وتعالى على سعيد بن العاص بالمال بغير حساب. الله سبحانه وتعالى أعطى سعيد بن العاص مال، سبحانه أعطاه مال كثير جدا، فجاد به سعيد على عباد الله بلا حساب. يعني الله عز وجل أعطاه مال كثير، البعض يقول بلا حساب، ولكن سعيد أغدق الأموال بغير حساب على عباد الله رضي الله عنه وأرضاه. وكان يعرف بجوده وبكرمه وبوفرة المعروف رضي الله عنه وأرضاه. رويت عن سعيد أخبار رائعة وحكايات فذة ملأت صفحات التاريخ ثناء وصفاء وضياء رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي عرف بالبذل، وهذا باب من أبواب الخير، لأن البعض يظن أن الدعوة إلى الله مقتصرة على الدرس والخطبة،
لا، هذا الصحابي عرف رضي الله عنه وارضاه بالجود والكرم والعطاء، وهذا باب عظيم جدا من أبواب الدعوة إلى الله، باب عظيم. سواء كان معك مال فتعطي الفقراء والأيتام، أو تعمل في العمل الخيري وعمل الفقراء والأيتام. وهذا الباب يحتاج إلى من يعمل، ويحتاج وللعلم العمل مع الأيتام والفقراء عمل يرقق القلوب، وعمل يجعل القلوب تنكسر لله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الأعمال أعمال نافعة للمجتمع، والمجتمع اليوم يئن من أزمة اقتصادية، ويئن المجتمع من حالة من الفقر وأزمة اقتصادية وقلة ذات اليد. لذلك كل منفق أو من يساعد في هذا العمل، العمل الخيري، فهناك من ينفق ماله، وهناك من ينفق ماله ووقته، وهناك من ينفق الوقت، ليس معه مال لكنه ينفق الوقت في هذا العمل الخيري. لا شك إن الإنسان إذا كان معه مال وأنفقه في الله وفي ذات الله، لا شك إن له أثر على حال الإنسان، وله أثر على المجتمع. حتى لو وضعت هذه النفقة في غير محلها، والأولى أن توضع النفقة في مكانها. قال أحد، يحكى يعني عن بني إسرائيل، قال رجل: لا أتصدقن اليوم بصدقة. فخرج يتصدق بصدقة، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق اليوم على زانية. يعني هو الرجل أنفق النفقة ليلا سرا، لكن الناس أصبح الناس يقولون: تصدق على زانية. فلما علم الخبر فقال: لأتصدقن الليلة في اليوم الثاني بصدقة. فأصبح الناس يتحدثون: لقد تصدق اليوم على سارق. فقال الرجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فأصبح الناس يقولون: تصدق اليوم على غني. فهو أخرج صدقة وقعت في يد زانية، والواضح أن هذه الصدقة كانت صدقة كبيرة، لأن الناس في الصباح يتحدثون بها، ولعل هذا أيضا من إخلاص صاحب الصدقة. متى تصدق؟ ليلا. لماذا الليل؟ يخفيها ولا يريد أن تظهر للمجتمع. فلما قيل له قال: لعل الزانية تستعف، ولعل السارق يغتني ويترك، ولعل الغني يتعلم النفقة. نفقة لها أثر في المجتمع، فكيف لو وضعت النفقة في يد مستحقيها؟ لذلك ال- 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 الإحسان للمجتمع، وهذا باب من أبواب الدعوة وباب من أبواب الخير، وجب علينا أن نسارع فيه. سعيد رضي الله عنه وأرضاه كان وهو يعطي النفقة للفقراء والأيتام والمعاويز والمحتاجين، كان يراعي شعورهم ولا يحرجهم. إنه في بعض الأحيان اللي يعطي نفقة فاحذر أن تجرح الفقير أو المحتاج، فالناس عندها ضمائر، والناس عندها مشاعر وأحاسيس. فكان سعيد يصر الأموال رضي الله عنه وارضاه في صره كل جمعة، ويضع هذا المال بين يدي المصلي وذو الحاجة، يعني يعرف الفقراء والمساكين، وهو بيصلي يضع المال بجواره، فإذا انتهى من صلاته وجد المال. فكان
لا يحوجهم للسؤال ولا للمسألة، لا يحوجهم للسؤال ولا للمسألة، وكان يعطيهم رضي الله عنه، بل كان سعيد إذا أعطى أغنى. وهذا معنى مهم جدا نقوله لمن ينفق، لأنه ممكن إنسان يكون معه 1000 جنيه قد يعطيه 100 مسكين، كل مسكين 10 جنيهات، فمن الممكن أن تعطي هذا 1000 لـ3. لماذا؟ حتى تغنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعطيتم فاغنوا، إذا أعطيتم فاغنوا، تعطي نفقة، فإنك تغني الفقير لها أثر، تغنيه. ومن أبواب إنك تساعد الفقير على الغنى أن تعلمه صنعة وعمل، أن تعلمه صنعة وعمل. تخيل لو إن مثلا مجموعة من النجارين في هذا المكان أخذوا أطفال أيتام وعلموهم صنعة النجارة، رجل مثلا نقاش أخذ معه أطفال أيتام وفقراء فعلمهم صنعة، أليس هذا باب من أبواب الغنى لهم؟ أن تعلمهم صنعة. وإلا إعطاء الفقير، إعطاء الفقير كل يوم سمكة خير لك من ذلك، علمه الصيد حتى يستعف ولا يمد يديه للمجتمع. لذلك هذا الصحابي كان يفعل ذلك ويراعي هذا المعنى رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعيد، اسمع لهذا الموقف وهذه القصة، كان رجل من القراء يحضر مجلسه، ورجل معروف في القرآن، إمام يعطي القرآن ويعلمه للناس، وكان هذا الرجل يأتي لسعيد يتعلم عنده ويأخذ عنه كتاب الله، فافتقر الرجل وأصابته فاقة شديدة، طالب أصابته فاقة شديدة وافتقر، فقالت له زوجه إن أميرنا سعيد ابن العاص يوصف بالجود، يعني شخص يعرف بالمجتمع، في المجتمع بالجود، فبما توصف أنت في المجتمع أنت توصف به، سعيد يوصف بالجود والكرم، أنت توصف بماذا؟ توصف بالجود، بالكرم، بالعمل، بالأخلاق، بالحركة، بالعلم، بالتقى، بالورع، بما توصف؟ هل أنت توصف في المجتمع بأوصاف طيبة صالحة، أم توصف بالفسق والمعصية، أو أنك توصف بفعل الفاحشة والقبيح؟ لذلك الإنسان صاحب القرآن وجب عليه أن يحافظ عليه، على قرآن، صاحب العلم يحافظ على العلم، صاحب الطاعة يحافظ على الطاعة حتى يوصف بها بين الناس، وإلا من الممكن إنسان يشوه دعوته، يشوه الدعوة ويفسد المجتمع ويجعل الناس ينفرون عن الدعوة وعن المساجد بسوء فعله. لذلك بما توصف أنت في المجتمع، واحذر أن توصف في المجتمع بصفات ذميمة تغلق على نفسك باب الخير وباب الرحمة، وتغلق على نفسك حتى باب التجارة وباب الأموال، لأن لو ساء وصفك في المجتمع من يثق فيك؟ من يعطيك؟ من يزوجك؟ من؟ لذلك من المهم أن تتصف بالجميل. لماذا؟ ليس الغرض بذلك أن تنال الشهرة أو إعجاب الناس، ولكن الغرض من ذلك أن تنال رضا الرب سبحانه وتعالى، أن يرضى عنك جل جلاله وتقدست أسماؤه. كان سعيد يوصف بذلك بالجود، فقالت له الزوجة فلو ذكرت له حالك
فلعله يسمح لك بشيء، يعطيك يسمح لك بشيء. فقال لها الرجل العفيف، فقير عفيف، فقير يتعفف، وهذا معنى طيب جدا، فقير يتعفف. لذلك هؤلاء لهم درجة عالية عند الله، فقير يتعفف وغني متواضع. لماذا؟ لأن هذا يخالف واقعه، غني يحتاج غني معه ويستطيع أن يفعل لكنه يتواضع، أو فقير هو محتاج لكن لا يسألون الناس إلحافا ويتعفف عن ذلك. لذلك البعض يتعجب من فعل سعد بن الربيع مع من؟ مع عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف: عندي زوجتين، اختر أحدهما أطلقها لك، وهذا مالي أقاسمك المال شطرين. الناس تتعجب من فعل من؟ سعد بن الربيع، ولهم أن يتعجبوا فعلا. لكن الأعجب من فعل سعد بن الربيع من؟ عفة من؟ عفة عبد الرحمن بن عوف. قال: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك. العفة والاستعفاف، أن يستعف الإنسان لذلك، وأن يكون عنده من الحياء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الصفات، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه سبحانه وتعالى، وأن يكلأنا وأن يمن علينا، وأن لا يحوجنا إلا إليه سبحانه وتعالى. فقال لها الرجل: ويحك، أتريديني، أتريدي مني يعني أن تسلخي وجهي؟ يعني إيش تسلخ وجهي؟ يعني يذهب حيائي وماء الوجه. والله لا أفعل، أنا لا أفعل، أقول له اعطني، مع أنه فقير ومحتاج. لكن شوف سمو الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية أمرت الوالي وأمرت أصحاب المال يتحسسون أمثال هؤلاء، لا يسألون الناس إلحافا، يتحسسون. هذه لسمو الشريعة، راعت أخلاق هؤلاء. لذلك من وجب على من يعمل في هذا العمل، العمل الاجتماعي والفقراء، وجب عليه أن يتحرى الفقير الذي يتعفف ويذهب إليه ويعطيه بلا إحراج بصورة أو بأخرى، حتى يرفع عنهم الحرج ويحافظ على حياءهم وعلى استعفافهم في هذا الباب. يقول: فما زالت المرأة، زوجه يعني، تشد عليه في الإلحاح. المرأة يعني تحت طلب المرأة وإلحاح المرأة، فأصبحت المرأة تلح عليه. وبالفعل هذا الرجل لقلة ذات اليد والفاقة وإلحاح المرأة، مرة تلو المرة. فلما انصرف الناس، هذا الرجل الفقير لما انصرف الناس ظل الرجل جالسا في مكانه لم يخرج. فأقبل عليه سعيد لماح، سيدنا سعيد، وقال: أظنك جلست لحاجة، أنت جلست تريد حاجة. فسكت الرجل، سكت لكن به ألف جرح. والله يتألم. فقال سعيد لغلمانه: انصرفوا. الغلمان موجودين، قال: انصرفوا. فلما خرجوا قال له سعيد: لم يبقى غيري وغيرك، فاذكر حاجتك. فيش حد، نو انت بس، مراعاة شعور من؟ شعور الناس. قال: لم يبقى غير أنا وأنت. فقال: لم يبقى غيري وغيرك، فاذكر حاجتك. فسكت الرجل حياء، طب ما فيش، طب انظر لسيدنا سعيد. فأطفأ المصباح، أطفأ المصباح حتى لا يرى وجه من؟ وجه الرجل، والرجل لا يرى وجه سعيد. فأطفأ المصباح وقال له: رحمك الله، لست ترى وجهي، فاذكر حاجتك، قول حاجتك، لا ترى وجهي.
فقال له هذا الرجل الفقير: أصلح الله الأمير، دعا له بالصلاح. قال له: أصبت فاقة فأحببت أن أذكرها لك فاستحيت. أبو ذكر الفاقة؟ لم يذكر الفاقة. قال: أصابتني فاقة فأحببت أن أذكرها لك فاستحيت. كم للحياء من معاني. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. الحياء هذا الخلق الطيب، خلق الحياء، إن الإنسان استحي. حياء خلق، الحياء خير كله. والرسول عليه السلام يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. وأجمل الحياء أن تكون المرأة تستحي، مرأة تستحي عند حياء. لذلك هذه الصفة، صفة الحياء، لا تأتي إلا بخير. لذلك هذه الصفات، ربي أولادك على الحياء، ربي نفسك، ربي الطلبة. إني استحي للعلم من أوصاف الدعاء إن الدعاء يحتاج للحياء، الدعية بالذات يعني يحتاج للحياء، يعني يتلبس بهذا الخلق الرائع الطيب، استحي. وأفضل الحياء أن تستحي من الله، تستحي منه سبحانه وتعالى، استحي من الله حق الحياء، فلا يراك سرا مرتكب لفاحشة ولا لجناية ولا لمعصية. لذلك استحي من الله حق الحياء. قالوا: وكيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال: أن تحفظ البطن وما وعى، أن تحفظ البطن، الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. الرأس وما وعى يعني اللسان، السمع، العينين. والبطن وما حوى، لا يدخل بطنك إلا حلال، وفرجك يكون عنده من الاستعفاف، أي لا يفعل الفحشة والمنكر. لذلك الحياء. فقال: استحيت. فقال له سعيد: هون عليك، لم يلح، هون عليك، وإذا أصبحت فلاقي وكيلي فلان. ولما كان الصباح، وكيلي فلان من يعمل في العمل مع الفقراء، وجب عليه أن يحافظ على أسرار الناس، صح ولا لا؟ صح، يحافظ على أسرار المجتمع. يأتيك إنسان فقير فلا تفضحه، إنسان فقير فلا تفضحه، حافظ على الأسرار. وليس معنى محافظة الأسرار أنت لا تأخذ البيانات، لكن احتفظ بها، حافظ على أسرار الفقراء والمساكين والمعاويز. وإياك، ثم إياك أن تعير يوما رجل أعطيته أنك أعطيته. قالوا: الأشد من البخل أن تعير من أعطيت، لأنك وأنت أعطيت إنسان عطاء، لماذا أعطيته؟ إما أنه فقير محتاج أعطيته، وإما أنك أنت تصرفت في هذا المال بغير وجه حقه، وهو أخذ مال، إنسان أخذ مال أنت أعطيته بدون طلب منك. لذلك المقصر في الحالتين أنت وليس الآخذ. وإلا البعض ممكن يعطي ثم يقول: أعطيت فلان وأنفقت على فلان وفعلت لفلان، هذا لا يصح لك، خصوصا ممن يقوم على مثل هذا العمل، لأن هذا المال مال الله وليس مالك، وليس لك أن تمن على الناس، ليس لك أن تمن على الناس. لذلك يقول: فلاقي وكيلي فلانا. ولما كان الصباح لاقى الرجل وكيل سعيد، فقال له: إن الأمير وتخيل إن هذا الرجل يتعفف ولا يطلب ويستحي، تخيل لو ذهب للوكيل وكان سعيد لم يخبره، فيها إحراج. لذلك حوائج الناس تقضى،
حوائج الناس تقضى على الفور، مراعاة شعور الناس أمر مهم جدا. لكن سعيد كلمه، فلما ذهب إليه في الصباح قال: إن الأمير قد أمر لك بشيء، فأتي بمن يحمل معك، اتيني بإنسان يحمل معك عطاءك. فقال: ما عندي من يحمل، ما عندي من يحمل. ثم ذهب إلى زوجته، شوف طريقة تفكير الفقير كيف يعني، فلامها، لم زوجته لمها، قال: أنت منك لله يعني، أمرتيني أني أنا نمد يدي. وحملتني على بذل وجهي لسعيد، فأمر لي بشيء يحتاج إلى من يحمله، وما أراه إلا أمر لي بدقيق وطعام. طب هو يسعف لو ذهب للبيت وأخذ دقيق وطعام، يراه الناس وهو لا يحب ذلك، لا يحب ذلك. ولو كان مالا، هو استنتج يعني، لو كان مالا لما احتجت، لما احتاج إلى من يحمله، ولا أعطاني الأمر، أعطاني المال في يدي أو بيده. فقالت المرأة: مهلا. قالت المرأة: مهما أعطاك فإننا بحاجة إليه فخذه. يبدو أن الحالة فقيرة جدا يعني، معدمة، ومع ذلك يستعف. قال المرأة: مهما أعطاك فنحن بحاجة إليه، دقيق، طعام، أي شيء، فقراء. فرجع الرجل إلى الوكيل، فقال الوكيل: إني أخبرت الأمير أنه ليس لديك أحد يحمل عطيتك لك، فأرسل إليك بهؤلاء الغلمان الثلاثة ليحملوه معك. فمضى الرجل أمامهم، فلما بلغ البيت إذ على رأس كل واحد منهم 10,000 درهم، 10,000 درهم أعطاء مال، حتى تعرف أن هذا الرجل كان يلقب بكريم قريش، جواد كريم. هذه الأخلاق أخلاق من؟ أخلاق من؟ عثمان. عثمان تصدق بالصدقة يوم في جيش العسرة في تبوك، حتى أخذ النبي يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان، لكثرة عطاء عثمان رضي الله عن عثمان وأرضاه. فلما أتى الغلمان يحمل كل منهم 10,000 درهم، فقال للغلمان: ضعوا ما معكم وانصرفوا. يقول فقال لهم: ضعوا ما معكم وانصرفوا، ضعوا ما معكم وانصرفوا. فقال إن الأمير قد وهبنا لك. الأمير وهب 3 غلمان بالمال، هذا عطاء من؟ عطاء سعيد. فإنه ما بعث مع غلام هدية إلى أحد إلا كان الغلام في جملة الهدية، هذا عطاء سعيد. قل ما أعطى، ما أرسل غلام بهدية إلا كان في جملة الهدايا. هكذا كان سعيد رضي الله عنه وأرضاه. أتاه رجل مرة أعرابي، سأله أعرابي سأل سعيد بن العاص مال، فأمر له بخمسمائة، قال: أعطوه 500. فقال له ولوكيله، فقال له وكيله، وكيل من؟ وكيل سعيد، سيدنا سعيد، قال: اعطيه 500. في بعض الحين انت بتعطي قرار مش واضح، كأن تقول انسان قابلني الساعة 9 مساء ولا صباحا، صح؟ فقال: اعطيه 500. فقال وكيل سعيد: 500 درهم ام دينار، درهم أم دينار؟ فقال: إنما أمرتك بخمسمائة درهم. أما وإنه جاش في خاطرك أنها دنانير، الدينار 4.25 جرام ذهب، بخلاف الدرهم، يعني الدرهم شيء بسيط، الدينار
أربع جرامات ذهب، يقدر بأربع جرامات ذهب وربع. فقال: أما إنه جاش في خاطرك أنها دنانير فادفع إليه 500 دينار. فلما قبضها الأعرابي جلس يبكي، الأعرابي بكى، فقال له سعيد: ما لك؟ ألم تقبض عطائك؟ فقال: بلى والله قبضت عطائي، ولكن أبكي على الأرض كيف تواري مثلك. إن كيف الأرض تواري مثلك، مثل من يعطون العطاء. بكى الأعرابي أن يفقد أمثال هؤلاء في المجتمع، يفقد أمثال هؤلاء ممن يبذلون المعروف. كان عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ممن ينفق سرا، فكان يعطي الفقهاء وطلبة العلم، يبعث لهم برزق. فأرسل رجل مرة لطالب من طلبة العلم عنده فاقة وفقير، فقال: خذ هذا العطاء، خذ هذا العطاء، وما يكفيك في كل شهر مع كل قمر، ما يكفيك؟ قال: يكفيني كذا وكذا. قال: خذ هذا العطاء ويأتيك مثله كل شهر مع كل قمر. فقال: من أرسل لي بالرزق؟ قال: الذي أرسل لك بهذا الرزق أمر ألا يعرفه أحد. فيقول صاحب العطاء: كان يعطيني ويرسل لي برزقي كل قمر، أي كل شهر، جزاه الله خيرا. يقول: فلما مات عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله عبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ذهبت لأحضر جنازته، فقابلني من كان يعطيني يأتيني بالرزق، فقال لي: أتريد أن تعرف من الذي كان يعطيك العطاء؟ قلت: نعم. فقال: إنه صاحب هذه الجنازة. فوقف الأعرابي يدعو، والرجل طالب العلم يقول: اللهم إنه قد كفانا مؤونة الدنيا، فاللهم اكفه مؤونة الآخرة. لذلك هذه تجارة رابحة مع الله، تجارة رابحة مع الله. المرة القادمة نتكلم عن باقي قصة هذا الرجل الجواد الكريم المنفق الأمير الشريف الشجاع رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أن هذه الصفة الطيبة عند سعيد لم تقف عند سعيد فحسب، بل كانت في أولاده وفي ذريته بعد ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.